تعرفوا معنا على مهن نجوم هوليود قبل الشهرة. قبل أن يعرفهم الملايين كيف كانت مهن أشهر نجوم هوليود؟ طريق النجاح ليس سهلاً على الجميع، فقد كان بعضهم محظوظاً في الحصول على فرصته الذهبية في بداية مشواره وحياته المهنية، ولكن البعض الآخر اضطر إلى العمل في وظائف مختلفة ومرهقة. النجمة العالمية جوليا روبرتس عندما كانت صغيرة عملت في محل آيس كريم شهير ونجحت في هذه المهنة، كما نجحت كممثلة مشهورة، وذلك قبل الدخول لعالم الشهرة بوقت كاف بأنها كانت تصرف على تكاليف دروسها في التمثيل التي كانت تعد نفسها بها حتى تستطيع أن تكون محترفة. أما نجم الكوميديا الشهير جيم كاري عمل كحارس بمصنع. في اليوم الذي بلغ سن 16 وترك المدرسة الثانوية لمدة عامين، وذلك من أجل هذا العمل، وكان يحسن دخله بالعمل كحارس لأنه عمل التمثيل وكان يحسن دخله بالعمل كحارس لأن عمل التمثيل لم يكن كافياً كدخل له في ذلك الوقت، حيث كان وأهله يعيشون بشاحنة لشدة فقرهم. النجم الشهير هيو جاكمان عمل بمهنة قريبة للتمثيل كمهرج بالحفلات قبل أن يدخل لعالم التمثيل الحقيقي، اعتاد الترفيه عن الأطفال في الحفلات، وفي مقابلة صرح أنه كان لا يجيد هذه المهنة. ميشيل فايفر بدأت العمل منذ عمر 14 عاماً، حيث بدأت عملها محصلة فواتير وكان بدوام جزئي، ولكنه لم يكن الطموح الذي تريد تحقيقه في حياتها. أما النجم جيك جيلنهال عمل بمهنة حارس إنقاذ، وذلك قبل أن يصبح ممثلاً ناجحاً، وكان يعتاد مراقبة المصيفين على الشاطئ، ولم تكن هناك حوادث كبيرة تذكر. ورغم ذلك فقد قدم جيلنهال خدمة لشخص واحد أثناء عمله، حيث لسع أحد السباحين من قنديل البحر وساعده جيلنهال في تخفيف آلامه. أما الوظيفة الغريبة فكانت من نصيب النجم براد بيت الذي عمل كسائق لبعض الراقصات، كما عمل في مطعم دجاج بزي تنكري في هيئة دجاجة. أما دوغا سايكس والنجمة ميغان ماركل فكانت تعمل قبل الشهرة رسامة خط لعام تقريباً. أما النجم العالمي سيلفستر ستالون فعمل بعدد من الأعمال قبل الشهرة، منها عامل نظافة.